مزيانش كتعاودو. المهم اختي، مرحبا واهلا مرحبا بطريقه جديده مع تورفومانيا، غنحاولوا ونخدموا بها. المهم البارح اخوتي راح طينيكم واحد لي باز، بصراحه فيهم تقريبا شي اربعه النوامر الا السبعه اللي ديجا قلت لكم لاخوتي اللي بغيت تزيدوه زيدوه. اللي لعب السبعه اخوتي راه بالصحه والراحه ديزوردر. المهم غدا ان شاء الله بحول الله عندنا سان كلود، سان كلود تيران، تيران زوين بلا، المسافه ديال 1400، الريفيرونس ديال بليس 16.5 والريفيرونس يعني بليس 17.5، يعني كورت اغوش لا كلاس دو هونديكاب. نحاولوا نخرجوا واحد لاباز اللي مزيان، نحاولوا نخرجوا واحد لاباز اخوتي اللي مزيان، وان شاء الله غادي نتوافقوا في يعني في البرونوستيك ديالنا مع ديال خليفه تورف. اول حاجه عندنا الباز دو كوينتي هو مع رقم 3 و 6 و 7، يعني لاباز اللي عندنا هي 3 6 7 السيليكسيوني و لي سفافوري. اول حاجه غندخلوا نشوفهم هاد 6 و 7 و 3 شنو دايرين، وهذيك الساعه غنحاولوا يعني نشوفوا اللي مزيان غنحطوه واللي ما مزيانش غنحط اللي ما نحطوش. يعني غندخلوا رقم 3، الرقم 3 اخوتي اخر كورسه ديالو في شهر 10 مثلا في 3 2021، ديجا جا دوزيام في الريفيرونس يعني بليس 14 والريفيرونس يعني بليس 15، المسافه ديال 1400 هونديكاب كلاس اه وكلاس اه. يعني هذا هو المشكل، كان مشى معاه تقريبا ربعة، الربعة كان ضاربو بسبعة وثلاثين، الكوردة كان فيام كذلك، كان جرى معاه كذلك كاليستي، كاليستي هو رقم جوج، هو رقم جوج جمع مثلا تروازيام، ومشى معاه كذلك الرقم فرونش، فرونش فرونش كون هو الخوت باش نعرفوه، هو رقم واحد، رقم واحد جا مثلا هو جا 14، كذلك كينغ، الكينغ الخوت هو رقم 5، وكذلك برو ويلا، برو ويلا هو رقم مثلا هو رقم كذلك رقم تنظن وقع رقم 8. المهم هذا هو رقم 3 اخر كرسو ديالو دير فيها دوزيام. ثانيا كذلك ما قبل الاخير في سان كلود، وغادي يجراه في مثلا في تيران ديال لونغ شوب، وكذلك في سان كلود جا 5 في الريفيرونس ديال بليس مثلا 18، كذلك غندوزو الرقم يعني المهم 8 ما بيش، حنا عندنا غدا ريفيرونس يعني بليس 16 ومثلا بليس 17، هو مجري في ريفيرونس بليس 18 جا 5 ايام، نحاولو نحطوه حتى هو في لاباس، كذلك مجري في دوفيل، كذلك اخر كورسة اللي دار فيها 3 ايام، المسافة ديال 1600، كذلك مجري تاني في دوفيل شهر 8 في 8 في الريفيرونس بليس يعني 12 وال 15، كذلك مجري في شونتيلي. المهم الثلاثة ما بيش، نحاولو ندخلو تاني كذلك 6، نشوفو 6 الخوتي يعني شنو داير، الا كان فريمون مزيان حتى هو غنحطوه، الا فريمون 6 حتى هو مزيان نحطوه. يعني فلونغ شوب، فلونغ شوب دار بلا كان في الريفيرونس ديال بليس 21 والريفيرونس يعني بليس 22.5، المسافة ديال 1400 كلاس 2، يعني هادشي اللي عندنا غدا ان شاء الله غورد درواتش. المهم كان مشى معاه توربين، توربين هو رقم 10، هو رقم 10 جمع دوزيام، وكذلك ماري لام، ماري لام هو رقم كذلك 14، جمعها مثلا رقم جاف رقم 12. يعني نكملوا في الشرح ديالنا، كذلك مجري في لونغ شوب ضرب لاكان في الريفيرونس ديال بليس 24، وكذلك مجري كلاري فونتي كذلك
ضرب لاجان في المسافة ديال 1400 كونتروات، كذلك مجري دوبور مجري في بورديكس مثلا في الريفيرونس ديال بليس 23، جا هو 15 كان ضربو شيلاردينغ هو رقم 7، وكذلك بوهامين هو رقم 15، يعني هو جا 15 رقم جا هو الخامس، وكذلك رقم 7 جا مثلا تروازيام في الكومبي، كذلك جا مثلا ويتيام في سان كلود الفريفيرونس بليس 19 جا هو 15. تنظن السيس اخوتي نحاولو نستبعدوه، السيس نظن اخوتي نحاولو نستبعدوه. المهم الا عجبكم اخوتي راه غتزيدوه، ندوزو الرقم 7، الرقم 7 ضروري نشوفو شنو داير. اخر كورسة ديالو في فيجي من مسافة ديال 1850 في كور دروات، ضرب دوزيام في كلاس 2، كذلك في لونغ شوب جا 7 ايام في الريفيرونس ديال بليس 18. تنظن 7 حتى هو اخوتي مزيان، كنجرى معاه برويلا هو رقم برويلا هو رقم مثلا رقم مقيلة 8، كذلك ارابينو تاني جرى معاه هو رقم 13 جاب 58، كذلك في اللونغ شوب الريفيرونس يعني بليس 17. كذلك وقيل هادشي اللي عندنا غدا ان شاء الله بحول الله. جا ضرب لاكان في المسافة ديال 1407، تنظن اخوتي راه مزيان نحاولو نلعبو به. ليون بيرلي كذلك في مثلا في المسافة ديال 1600 في الكورت اغوش دار دوزيام 58 كيلو، جا مشى ب 14 الكور دار 4، كذلك فرونشون تيلي جا هو رقم 11 في الريفيرونس ديال بليس مثلا 18، ودوبور كذلك في الريفيرونس ديال 23 جا تروازيام. السبعة خوتي راه مزيان تا هو خصو يتلعب، السبعة مزيان يتلعب في لاباز ديالنا. غندوزو الخوتي 16 ورقم 4، غندوزو الرقم 4 هو الاول حيت الرقم 4 عندنا هو الخان الكحلق لافريمو، والربعة مزيان لو ميتر، نحاولو نشوفو يعني شنو داير. في لونغ شوب ريفيرونس ديال بيس 14 بيس 15 دار بلاكان، ديجا جرى معاه مثلا مون، نجرى معاه تروا كلاسيتي كذلك مجري معاه رقم 2، وكذلك فرانش كذلك هو رقم 1، وكين كذلك كينغ هو رقم 5، و بوريلا هو رقم مثلا 8، يعني هادو هما اللي مجرمين العودة. هو المهم تنظن الربعة تنظن واقيلا مزيان، الربعة مزيان مجرف دوفيل كذلك جساتيا، كذلك مون أميلي مون آلين هو رقم 3 ضاربو، إذا السبعة هاديك الربعة تنظن راه مزيان، الربعة مزيان خوت يعني عود مزيان. كذلك في سان كلوجا مثلا في المسافة ديال 1600 دار فيها كاتريام، في لونغ شوب كذلك جا هو رقم 11. المهم خوتي الربعة تنظن راه مزيان خصو ضروري يتلعب، حنا اللي بانينا مزيان ونحطوه. كذلك عندنا الديني مينيت عندنا جوج ورقم 11، غنشوفو هاد جوج ورقم 11 شنو دايرين، يعني هاد غيو غنشوفو يعني كذلك تا هو شنو داير، يعني هاد غاليستي رقم 2، هاد العود اللي غاليستي رقم 2 غنشوفو يعني شنو داير، واش مزيان واش ما مزيانش. يعني خوتي الريفيرونس ديال بليس 16 و 17، هذا مجري في الريفيرونس يعني بليس 14 و 15 في لونغ شوب داير مثلا تروازيام، هذا رقم 2، الجوج نظن تا هو خصو يتلعب في لونغ شوب، كذلك في المسافة ديال 1600 داير مثلا 5 ايام ب 58، غادي غدا ان شاء الله بحول الله ب 59.5 زادو 1 كيلو ونص. كذلك في دوفيل المسافة ديال 1300 ضرب 5 ايام مع 8 بارطون،
نانتيز كذلك في مسافة ديال 1600 جورد أغوش مع 8 ديال الخيل ب 57 كيلو مثلا دار دوزيام. فلونك شوب كذلك دار 8 ايام. المهم غنحاولو الخوت يعني الجوج راه مزيان. ندوزو الرقم 11 دابا. الرقم 11 رقم 11 نشوفو يعني شنو داير. رقم 11 الى بالنا مزيان تاهو نحطوه. رقم 11 برزالونا. برزالونا شونتيلي في المسافة ديال 1600 غور دروات داير دوزيام. فلونك شوب كذلك ريفيرونس ديال بليس 18 جاو رقم 11. كذلك في دوفيل في المسافة ديال 1600 ريفيرونس ديال بليس 18 داير 9 ايام. كذلك في دوفيل دار بلاكم 59 كيلو فاصله 5 وغدا ان شاء الله غادي 53.5. المهم نقصوا له شي كيلوات 100 1000 متر ريفيرونس ديال بليس 23. تنظن هاد 11 يبقى مور الاكس. لا فريمون عندكم 11 حاولوا تحطوه مور الاكس. اندوزو الرقم يعني اول عود غنشوفو داك رقم 8 شنو داير. يعني ديجا داك 8 مجري مع مثلا رقم 7 ومجري مع رقم 6 ومع رقم يعني 3 فيلون ميلي. غنحاولو نشوفو يعني شنو داير في هاد الريفيرونس ديال بيس 14 جاوتيا. يعني هاد 8 تنظن قدر غدا يكلاسي مع 5 الاوائل. برويلا ب 54 كيلو اخر قرصة ديالو غدا غادي ب 56 كيلو فاصله 5 زادو تقريبا شي كيلو ونص. يعني انسان نعاود لك مزيان خلوه في نفس المسافه وزادوه تقريبا شي كيلو ونص. تنظن يحاول غدا ان شاء الله يقدر يبان حيت اللي مجري في الريفيرونس بليس 14 15 وغدا ان شاء الله بحول احنا عندنا مثلا الريفيرونس ديال 16.5 و17.5 يقدر يبان فيه هاد العود هذا يقدر يبان فيها. كذلك في لونشوب في 18 دار بلاكان. كذلك في دوفيل في الريفيرونس ديال 24 بليس 5 ضرب 6 ايام. في لونغ شوب ما بانش. كذلك في شهر 7 في 14 ضرب 4 ايام. كذلك في سان كلود الريفيرونس ديال 24.5 ضرب 3 ايام ب 60 كيلو. وغدا ان شاء الله غادي ب 56 تقريبا نقصوا شي 4 كيلو فاصله شي حاجه. نحاولوا اني حتى 8 نحطوه في لاباز عندنا. 8 غنحطها في لاباز عندنا. كذلك ندوزو عندنا مهم عقلو اخوتي على 7 والربعة والثمانية هادو مزيانين تحطو في لاباز. اخر عود اللي مثلا غنحاولو ندخلو تا هو ونشوفوه رقم 10 ونشوفو كذلك شنو داير حيت ديجا مجري مع العودانات. يا رقم 3 ورقم بوشين. بوشين يا اخي المسافة ديال 1400 ريفيرونس ديال 21 فلونك شوب ضرب دوزيام. كذلك ريفيرونس ديال بليس مثلا 18.5 شهر 9 في 12 ضرب دوزيام. كذلك في دوفيل المسافة ديال 1300 ضرب فيها 3 ايام 57 كيلو مع 9 البارطو. كذلك مجري في الريفيرونس ديال بليس 17 وبليس 18 في دوفيل تقريبا جا هو 16. العشرة خوتي نحاولو نستبعدوه. العشرة نحاولو خوتي نستبعدوه هو بوشين داير دوزيام دوزيام. المهم اللي بغا يلعب العشرة راه غيلعبو. المهم العشرة نحاولو نستبعدوه الخوت. كذلك ندوزو الرقم يعني 12 نشوفو كذلك شنو داير. هاد رقم 12 في الكومبينغ الريفيرونس ديال بليس 18 المسافة ديال 1800 يعني دار بدوزيام مع 16 الخيل. كذلك في دوفيل دار بكاتريام المسافة ديال 1400 الريفيرونس ديال بليس 17.5. يعني تا هاد العود راه مزيان الخوت. تا هاد العود مزيان تا هو تنظن نحاول نحطوه في الباص. رقم 12 في دوفيل دار ب10 ايام جا هو العاشر. في شونتيلي كذلك جا 4 ايام. في لونك شوب دار 8 ايام. في الريفيرونس ديال بليس 16 اللي عندنا غدا ان شاء الله بحول الله نحاولو تا هو غنحطوه في لاباز هاد 12. كذلك ندوزو الرقم 15 اللي هو من لاشونس ريغيري. من لاشونس ريغيري
كاين الخمسة والخمسطاش والربعة والربعطاش والحداش والتسعود والتلطاش والواحد. غندوزو الرقم خمسطاش الخوت، رقم خمسطاش غراستيس مونفورت، غراستيس مونفورت. نحاولو ندخلو للكنز، ندخلو للكاز وغنشوفوه. انجيرس المسافة ديال 1600 ريفيرونس ديال 26 في شهر 10 يعني في جوج 2021 داير ساتيا. كذلك في لونغ شوب الريفيرونس ديال مثلا بيس 19 المسافة ديال 1700 كور دروات، جا هو 7 ب 57 كيلو، وغدا ان شاء الله غادي ب 52 كيلو يعني نقصوا تقريبا يعني شي 4 كيلو. مجري كذلك في التيران ديال البوردوكس مثلا كلاس 3 في الريفيرونس ديال 27 23 عفوا، جا هو الخامس 59 يعني نقصن له بزاف هاد الكانج. كذلك في شونتيلي المسافة ديال 1600 الريفيرونس ديال بليس 18 دار نو بارتو. كذلك في الكومبينغ الريفيرونس ديال بليس 21 دار مثلا 5 ايام. في الكان سومير الريفيرونس ديال بليس 19 المسافة ديال 1600 دار مثلا جا هو 14. الكانز اخوتي هو مزيان ونحاولو نلعبو به. المهم اللي بان لينا اخوتي كاين عندنا الواحد والتلطاش، الواحد والتلطاش من لاشو من ديليسي، غنشوفو هداك الواحد شنو داير والتلطاش كذلك يعني شنو داير. فيرون معذير، فيرون معذير في الريفيرونس يعني بليس 14 و بليس 15 المسافة ديال 1400 في لونغ شوب شهر 10 في 3 يعني دار 14 ب 58 كيلو. غدا ان شاء الله غادي ب 60 كيلو، خلاوه نفس المسافة وزادوه يعني جوج الكيلو. كمشى معاه بيماي داي، بيماي داي رقم 4 ضرب لاكان مون امي رقم 3 جا دوزيام، ورقم 3 جا مثلا تروازيام. وكينغ هو رقم 5 جا معاهم 7 ايام، ورقم 8 جا معاهم هو الويتيام. يعني الرقم من الواحد اخر كوستين ديالو في شهر 9 في 12 في الريفيرونس ديال بليس 18.5 جا 6 ايام. كذلك دو سيلودور في الجروب 3 نار يا خوتي، هاد الواحد تيبان ليا وقلت هو المفاجأة ديال المسافة ديال 1600 جا 6 ايام في جروب 3، المسافة ديال 1600 مع 7 د الخيل جا 6 ايام. يعني العودة خوتي اللي غيمشي مثلا في جروب 3 تيبان ليا انا خصو يتلعب في لاباس، يعني هاد الواحد تنظن اخوتي وقال هو المفاجأة. في لونغ شوب المسافة ديال 1400 كور دروات مع سد الباس سد الخيل جا دوزيام 57 كيلو. المهم اخوتي هاد الواحد تيبان لي راه مزيان، هاد الواحد تيبان لي وقيلا هو المفاجأة، تنظن هو المفاجأة. ندوزو الرقم يعني 13 غنشوفو كذلك مثلا شنو داير. في شونتيلي في الريفيرونس ديال بليس 17.5 و بليس 18، الريفيرونس ديال بليس 18 المسافة ديال 2000 و 1200 متر مع 16 الخيل جا نافيام. كذلك في اللونغ شوب جا كذلك نافيام في الريفيرونس ديال بليس 18 مشى مع شي خيل مع 8. وتوربين هو رقم 10. وكذلك فرنش كذلك هو رقم الواحد جا 6 ايام. وكذلك شيلاردينغ، شيلاردينغ هو رقم 7 جا هو 7. وكذلك 13 جا مثلا هو 9. في دوفيل الريفيرونس ديال بليس مثلا 18 في شهر 8 في 3 المسافة ديال 1300 دار هو 10،
في اللونج شوب ريفيرونس ديال بليس 17 جا هو سيزيام، كذلك في اللونج شوب جا سيزيام، مشى مع التروا ولانجي دومينيتش هو رقم 16 كذلك جا نافيا، يعني كذلك في اللونج شوب شهر 5 في 24 ريفيرونس ديال بليس 18 جا هو العاشر. المهم تنظن الواحد احسن من 13، الواحد اخوتي احسن من 13. نوامر اخوتي اللي بان مزيانا غدا ان شاء الله بحول الله، رقم 4 ورقم 8 ورقم 7 ورقم 2 4، يعني هادو خديناهم من البروميير بوطو، 4 7 2 8 ورك، كذلك رقم 1 من البروميير بوطو، الدوزيام بوطو كاين رقم 12 و 14، يعني هادو هما لي دوزيام من بوطو، كاين 12 و 14 اللي من دوزيام بوطو. عندنا بروميير بوطو كاين الواحد و الجوج و الربعة وكذلك السبعة و الثمانية، وغنحاولو نزيدو هداك رقم تسعود، غنحاولو نزيدو رقم تسعود، هادو من بروميير بوطو الخوت. آخر كورسة ديال رقم تسعود جرب في الكومبينغ المسافة ديال 1400 في الهونديكاب 3 غورد اغوش مع 15 بارتو دار بلاك، كذلك في دوفيل المسافة ديال 1400 بلا هونديكاب مع ريفيرونس ديال بليس 17.5 جا هو رقم 11 ماي كوغي، مشى معاه جا كاطريام هو رقم 12 جا كاطريام في المسافة ديال 1400 في اللونغ شوب، كذلك المسافة ديال 1400 ضرب دوزيام 62 كيلو، هذا رقم تسعود. غدا ان شاء الله بحول غادي ب 55 كيلو. المهم هادو هما النوامر اخوتي اللي عندي، عقلوا عليهم، كاين الواحد والجوج والربعة، الواحد والجوج والربعة هادو من البروميير بوطو، الواحد والجوج والربعة والسبعة والثمانية والتسعود، الواحد والجوج والربعة والسبعة والثمانية والتسعود، خمسة نوامر من بروميير بوطو. في الدوزيام بوطو كاين 12 وكذلك 14، يعني هادشي اخوتي اللي عندي. كنت نعطيكم اخوتي تحية وكنشكركم بزاف اخوتي على المتابعة ديالكم، والله يسهل لأي واحد. مهم يعني هادشي اللي عندنا الخوت، هادشي اللي عندنا النمر اللي بانوا لنا راه حطيناهم لكم الخوت، الواحد والجوج ورقم 4 وكذلك رقم 7 و8 و9، وفي الدوزيام بوطو كاين 12 و14، يعني هادشي اللي بان لنا الخوت. المهم الخوت كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم، شكرا بزاف، تهلاو اخوتي في راسكم.